خطف، ضرب، قذائف. قريتنا كمان هجمت عليها داعش وخطفت كل أهل القريب. حال جوليات وعائلتها يلخص معاناة الأشوريين في الحسكة وتحديدا في ريفها، اضطهاد، خطف وتعذيب، مشهد تفاقم عند دخول داعش إلى نحو 35 بلدة مسيحية في سوريا منذ نحو يومين. جوليات لجأت إلى لبنان منذ 4 أيام، لكن أقاربها خطفوا بعد أقل من 48 ساعة على مغادرتها بلدتها تل جزيرة. بنت عمتي وجوزة ومع 5 بنات وولد مخطوفين من قبل داعش، وابن عمتي وثلاث أولاد. لازم العالم يدافعوا عنا، لازم الشعب المسيحي يقوم يحكي. يعني أكثر من هيك شو بحكي؟ صعب، صعب كثير. يعني هو اضطهاد بكل ما للكلمة من معنى، يقول المتروبوليت كوليانا. هذا المخطط مش من سنة الماضي اللي صارت مع المسيحيين بالعراق، هذا صارت يمكن صار لأكثر من 1000 سنة. وفيتوا الداعش بضيعة تل شاميرام، ومنها فيتوا على ضيعة الجزيرة، وفي ضيعة الهرمس، وحرقوا 3 كنائس. داعش تؤكد أنها تحتفظ ب 150 رهين أشوري، لكن معلومات المطران مختلفة. أكثر من 150. قديش بتحددوا الرقم؟ إذا بدنا نقول نحن إذا في عنا 50 عائلة بالضيعة واحدة، 50 عائلة، إذا بدنا نقول كل عائلة فيها 3 أشخاص، هو صاروا 150. يخاف المطران كوليانا على حياة الرهائن والمحتجزين، وبغصة يقول لا أحد يبالي بنا. ما نشدنا كمان كرمال يزيدي، مين إجا ساعدهم؟ نشدنا كرمال المسيحيين كانوا بعيران، مين إجا نشدهم نساعدهم؟ مين؟ معنا غير الله. وأنا عم أقول اليوم هلا بحسرة. بحسرة ينقل المطران معاناة شعبه، شعب ترك لمصيره الأسود لمخطط الاضطهاد من دون أن يحرك العالم ساكناً.